ايتما ديستما مرحبا سيتون. حل وصفة وصفة يضنين حل قناة حل فان دي لي غسران سكر العجين ميل فوي جو رقيس نحتو جو اقرن 320 قرن 7 غرام انتي سند 160 غرام ومن بردنين 250 غرام انتو ديت مارغارين رابولو نسمو الخيرات حكرا نتزلفت ارد نتعجن ورد ندلا كغصة العجين ادور يدلي كتبا كلو نسمو اركض لها حيقال احيق العجين خلاص نسكار خطا غلاد لي تزرام الفيديو اركض لها حيمون غصة التور ندلا كغصة تيان سمون باشي ادا عورتك شمتو ديت اغنس اوكرن اماني خصها تبرد الزبدة خصها تبرد غان اي كان تسير النجاح الوصفات ارس نتفكر ارت نتسرح سلم دلك دائما ليش نتقلقون حيز الدار باش دحن نوري طوال ولقيت تقصد محو قرن ولا دا سيسكر الى الى بات نحوالو ارت نتسرح بهرة وترقيق السلطة قامت غليظ عرفت نسمونا دايما الجهة اللي رزونها راح تلحو فاسي عرفت نطلق مرة يعني الوصفة يدو تحتاج جاتي تساكت التلاجة عرفت صدق 100% تقيات الطريقة يجان سهلة غادي زرين اريا لي سكر نغار اجي سكر نغار ميلفوي غيلا درتي سكر ميد ميلش كتا غاوسي وين عدلين قانين تيد مالحنين تيد ميمنين عرفت كش محملش كد الوصفات الدح نتلقس نفس الطريقة اتي سموس طوال انسكار غيكا العجينة د ميلفوي تقا اقتصادية اشكو يحرد المقادير غيلاد راح كان 750 غرام العجين السوق حرستي التاويت السوق ارتي التاويت التاويت نص كيلو ارتي التاويت تقريبا 18 20 درهم الوصفه دار فلاح تقلي 7 دراهم ونص 8 درهم ارتي اقتصاديه وفي نفس الوقت ارتقى العجينه ارتقى العجينه طريه ارتقى جديد مثلا لنا السوق دائما استفات ادور تنتفات ديات ديات الملاحظه خصها تسترى بالبلح باش تصدق مش تمغارين ارسكارنت الوصفه مش وريت تصدق ارتي ناس كلش كحنا مراحل وريت تصدق خصها افران التول تجهتي خصها اي اير اير غفران نقلي لقيت كاع العجين ادس نقص حين هو يميكسي ميك باش تفكح الفرصه يتطبق العجين اد نكيرينت باش تشوف دا تكرمل خصها ترار مثل البال يولين الطريقه يا درت منها كنت عجبه كنت سوسمه الوصفه يا نتقل استجيعات من نحل القنان صفاتي نسرو حمستك الفريغو الوقت نحتاج جانا سيديد بالصحه والراحه.